إليك أتيت يا رب الورى وخطى المتاع بدأت الإنشاد الديني من الطفولة، من إذاعة القرآن الكريم طبعا، من الاستماع والاستمتاع بها يوميا، فهي كانت شيء طبعا موجود دايما في البيت. وكانت نشأة التربية بقى مع سيدنا الشيخ محمد عمران والشيخ محمد رفعت وكل مشايخنا الكبار اللي تربينا على أصواتهم في الإذاعة، فكان ده كله بمثابة دفعة ليا في الصغر. وطبعا كانت الاصوات ديت عشان شيء كل يوم مؤنس ليا في البيت، فاصبحت الاذن تهوى سماعهم يوميا يعني. وشرفت جدا سيدنا الشيخ محمد عمران، وكان هو يعني من اكثر المشايخ القراء والمبتهلين اللي انا بحب اقلدهم. يا رب يا مسابقة إبداع قبل كده. وطبعا برضو من ضمن المميزات ان انا عرفت المناطق اللي انا اقدر اركز عليها اكتر علشان اقدم بها السنة دي. الحمد لله يعني شايف ان انا موفق السنة دي اكتر من السنة اللي فاتت. قبلي من النار